السلام عليكم. في هذا الفيديو بغيت نشرح لكم علاش خصنا نديروا الحجر الصحي ونبقاو في ديورنا باش اننا اوموا نحبسوا من انتشار كورونا فيروس. اذا غنعتبروا واحد المثال بسيط، غنعتبروا بان المغرب وهذا الكاغو وهاد هاد الحمصات هما المواطنين اللي كاينين في وسط المغرب. دونك هاد المواطنين بحال هكايا، كل واحد في بلاصتو، هما الحمصات. الوغ ملي غيتصاب واحد المواطن، غيتصاب كورونا فيروس، غيولي مثلا هو العدسه. هذاك المواطن الا بقى بعيد بعد 14 يوم ما غاديش يبان، وحتى واحد ما يتقاس. ولكن الا بقاو كيتقاسوا، يجي قيس هذا غيولي حتى هو مصاب، هذا غيقيس الاخر غيولي حتى هو مصاب لانه ما احترمش الحجر الصحي، غادي يقيس الاخر حتى هو غيولي مصاب الى ان يتصابوا كاملين، لان الناس انهم با كونسيرفي ما احترموش انهم يبقاو في ديورهم. الوغ الى درنا الحاله واحده اخرى، لان شنا انه الناس كانوا هنايا هما الحمصات، هما المواطنين اللي صحاح، واحد صاب الى شديناه وحطيناه في الحجر الصحي، حطيناه مثلا صاب عرفناه ومشى مثلا للسبيطار حتى يصح، ابخي 14 جوغ من بعد 14 يوم غيجي يولي صحيح ويقدروا يدخل معنا. دونك من الافضل ان الناس يحترموا الحجر الصحي، يبقاو بعاد باش اننا ما نصيبوش كلشي. الوغ كيف ما شفتوا هذا غير تجسيد بسيط بحمصات اللي هما مواطنين صحاح، والعدسات اللي هما مواطن مصاب. الوغ واحد تصاب صدق عدا العشرة اخرين كاملين. الوغ كون احترم الحجر الصحي ما غاديش عادي الاخرين، والمدة اللي غناخدو كتر، يعني كل واحد خاصو 14 يوم، غنولي في مدة اكبر من هذيك المدة اللي في الاول خاصنا غير 14 يوم، غتولي اخر مصاب غيخصو عاوتاني واحد 14 يوم اخرى، ونوليو من 14 يوم باش نحدو من الانتشار ديال الوباء، غيولي خصنا 30 يوم او لا 45 وغادا بحال هكا. دونك عافاكم، بقاو في ديوركم، السلام عليكم.